حياكم الله مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج على المكشوف. حسّتنا لهذا اليوم تقول بزمانات قبل، وتحديدا بعام 1965 كان أكو قاضي اسمه صادق مهدي حيدر، توفى الله يرحمه. بذاك الوقت كان يرأس المحكمة الكبرى في بغداد، وبيوم من الأيام أحد المواطنين البسطاء راح عليه وقال له: أستاذ الله يخليك ويحفظك، أنا ما أعرفك بس يقولون عليك أنت خوش آدمي. قال له: احكي ليش عندك؟ فالرجال قال له: أنا أشتغل مجاري، والمجاري هي مهنة اللي سوق تكرمون الحمار أو البغل. المهم فقال له: عندي بغل أحمل عليه بالشورجة وبيتي بالأعظمية، تحديدا منطقة الصليخ، وبآخر النهار مباق البغل مني، بلغت الشرطة وماكو كل فايدة. راحت أيام، اجتي أيام، وورا سنتين رحت الكربلة زيارة، وبنص الطريق شفت البغل مالي واقف وحده على صفحة، فصحت على السايق: بروح أهلك نزلني هنا. ورحت أركض على البغل، والحيوان تكرم جنابك من شافني قام يشبني ويبكي، والناس كانت تضحك علينا. ورحت اشتكيت بمركز الشرطة، بس الحرامي جاب 4 شهود وقالوا: هذا الحصان انولد ببيت فلان. أقول لهم: يا معودين هذا بغل مو حصان، ما حد يسمعني، وطلعوني بالدفرات. القاضي قال له: بعد ايش عندك؟ قال له: ما أريد منك بس ترجع لي حقي. المهم اتخذ القاضي كل الإجراءات الأصولية، وأوعز بتأمين جلب البغل من كربلاء لبغداد. وهاي القضية لازم تتم بوجود الشهود ومجموعة من الشرطة. القاضي دز على اللي كان بحوزة البغل وعلى اللي يدعي أنه صاحب البغل، وأمر القاضي في وقتها أمر الشرطة بأنه يأخذون البغل للشورجة ويشوفوا وين يروح. نفذوا أمر القاضي، أخذوا البغل السوق الشورجة وعافوه هو يختار طريقة، والبغل يمشي والشرطة وراء لحد ما وصل المنطقة الصليخ اللي بالأعظمية، وما وقف إلا يم باب بيت المشتكي، وتبين أنه الرجل اللي قدم الشكوى كان صادق بالدعوة. بعدها القاضي رجع البغل للمشتكي واتخذ الإجراءات القانونية بحق السارق. فربات سالفتنا يا جماعة الخير، البغل حيوان يجل السامع، وكان وفي الموطن ولادته ومعيشته، بس مع الأسف أكو بالعراق هواية بغال ينهقون بالوطنية ويبوقون الوطن. وأبسط مثال دوحي اللي ضحك على الناس الفقرة وباقي البغل هو والحمل ماله، وقال لهم: راح أسوي لكم الشط مرق والزور خواشيق. وهاي الناس بقت منتظرة كل شيء، ما استفادت ولا كل شيء شافت. وهسه برأيكم منو أحسن، البغل لو دوحي؟ والتقييم يمكم، وبسلامتكم.